في زمن بغداد العلم والحضارة نشأ زرياب مبدع الوتر الخامس. هو أبو الحسن علي بن نافع، لقب زريابا كناية تقول رواية عن طائر الشحرور عذب الصوت أسود اللون، انحدر مطرب الملوك من الموصل، ولد في عصر الدولة الإسلامية العباسية لأسرة كردية فارسية، تتلمذ على يد الموسيقي إبراهيم الموصلي. بدأ أن الطفل آنذاك موهوب ذو أنامل ساحرة، تقول روايات إن معلمه أهداه للخليفة هارون الرشيد، وعجب به الخليفة فأثار ذلك غيرة معلمه الموصلي لحسده، هدد زرياب بالقتل أو مغادرة بغداد، فاختار الرحيل صوب القيرون. لم يمكث زرياب في القيروان طويلا، غنى لأميرها أبياتا لعنترة بن شداد، فاعتبرها الأمير إساءة، واعترض علماء المدينة على انتشار الموسيقى، فحمل أمتعته وموسيقاه صوب الأندلس. هناك في قرطبة سطع نجم أبي الحسن علي بن نافع، أكرمه أميرها عبد الرحمن الثاني وأحسن ضيافته، وأعجب بزرياب للباقته وعذوبة ألحانه. من قرطبة أقبلت روح زرياب على الحياة، وأزهرت أول مدرسة للموسيقى في أوروبا، كانت قبلة لأبناء الملوك والأمراء من عشاق الموسيقى والذوق الرفيع. لم يجد زرياب العزف والتلحين والغناء فحسب، بل تنوعت معارفه منذ صباه بين المنطق والحساب والهندسة والفلك، وعندما زرع في التربة الأنسب طور من كتابة النوتات وأضاف للعود وترا خامسا. اللافت وفق ما ذكرت روايات أن زرياب كان أول من استحدث ما باتت تعرف بالإتيكيت، ابتكر سلوكيات جديدة في الأكل والملبس تأثر بها الناس، قام بتحديد ألوان الملابس وفقا للفصول الأربعة، وهو من حدد قصات الشعر واستحدث الغصنة أو ما تعرف بالغرة، وصف بالأنيق، وأصبح في حياته ذا جاه ومال وحظوة ومكانة في البلد. توفي زرياب عام 857 ميلادية، واليوم تحمل العديد من الفرق الموسيقية اسمه، ولا يخلو شارع في غرناطة أو قرطبة أو إشبيلية من لافتة كتبت باسم زرياب على فندق أو مقهى.